من قصائد الشيخ رحمه الله تعالى المقصورة، مقصورة أبي مسلم. كان الشيخ سالم محمود السيابي في مقدمته على النثار، طبعة الشيخ الرواحي، له مقدمة هي لا أدري الآن هي موجودة على الكتاب طبعة مسقط ولا لا. الشيخ سالم بن محمود السيابي له مقدمة عرف فيها بالعلامة أبي مسلم، وقال وله مقصورة، بعضهم يقول بأنها هي الدريدية الثانية، وأنا أقول بل هي الأولى والثانية معا. أنا أقول هي الأولى والثانية، لأن الشيخ هنا يعني استنهض فيها أمته ودافع عن قضيته، كان صاحب ما كان يستعرض فيه بلاغته وفصاحته، وإنما كان يستعرض فيها قضية عظيمة، قضية الأمة، ومع قوة في اللغة حقيقة لا تجار ولا تبارى. حتى أن أحدهم جاء يوصف الشيخ الجيش، يقول إيش معنى هذا طلاسم، مجر لها من أرعن هطلعن. قال الشيخ في مطلعها: تلك ربوع الحي في سفح النقاء، تلوح كالأخلال من جد البلا، أخنى عليها المر زمان حقبة، وعاثت الشمأل فيها والصبا، موحشة إلا كناس يعفر، ومجثم الرأل وأفحص القطا، عرج عليها والها لعلها تريح شيئا من تبارح الجوى. إلى أن قال يعني بث فيها جملة من الحكم، قال فيها: لا تعجل الأمر أمام وقته، ولا تفته حيث آن بالونا، وإن تعارضك اثنتان فاتخذ أولاهما بالحق وانبذ الهوى، إن القوي من ثنى شرته، ومن إذا مال إلى النفس انتهى، والعقل والحق يحرران من رق الهوى ويدعوان للعلا، وشر ما صاحب مرء جهله، نعم شر صاحب يصاحب الإنسان هو الجهل، مطية فارهة. إيش معنى فارهة؟ يعني إن شاء الله مطية فارهة إلى الردى. وفائدتها طيب يوم تكون فارهة وراكبنها إلى الردى والهلاك والتلف، ما فائدتها؟ مريحة، الجهل راحة. مطية فارهة إلى الردى، إني أصون صفحتي مقتنعا بما يطف من علالة الحسى. إلى أن قال فيها حكم حقيقة، من وقف عليها نما عقله، من وقف على المقصورة نما عقله. ثم العجب بعد ذلك أن الشيخ كأنه يعيش واقع أمتنا في هذا الزمان، وهو يصف حال الأمة وكيف آل بها المآل. يقول: وغيرة المؤمن في ضميره يطفئها الخوف ويوريها الأسى، يهان في حريمه وعرضه، ودينه وماله مثل اللقاء،
حريمه يعني حرمات الحرمات يعني الحريم هي الحرمات. كان في لطائف أن واحد كان يتكلم عن تاريخ العماني، هو معماني، ويتكلم عن تاريخ العماني وكذا، إلى أن جاء إلى المرأة في المجتمع العماني، قال: والمرأة لها شأن كبير في عند العمانيين، حتى أن الإمام قد يعزل من منصبه لأنه لا يذود عن حريم المسلمين. يعني الحريم يقصد يعني الحريم يعني بالعامية، والحريم يعني المحارم والحرمات عامة. فيقول الشيخ: بعد أن ذكر علل الأمة وما وقع بها، يقول: ما هل يعني الإنسان هل يكفي أن يبقى محترقا في فؤاده، يعني يلتهب ضميره، أم لا بد من أن يكون ذا شأن وذا دور؟ يقول بعد ذلك: ما تنفع الغيرة في مكمنها، والسيف في قرابه لا ينتضى. اسمع الكلام هذا: حتى تكر الخيل كسفا ساقطا، تهوي هوي العاصفات في الوغى، تجمز جمزا بالكمات شزبا، عوابسا شمسا كسيدان الغضاء، هوازجا عربا لجاجا ضبعا، غمر الأجاري بعيدة الشحاء. عليكم الشرف علي القراء. في فيلق حالكة أركانه، يجلل الأرض الدجى رد الضحى، مجر لها من أرعن هطلع، غمر دحاس لجب صعب الذرى، يقل في الجو عجاجا لو هوى، عليه رضا ولم يصل إلى الثرى، تعشش العقبان في أحضانه، وتنشط الوحش إليه للخلا، لولا بروق المشرفيات به لم يهتدي الجيش الأمام والقفا. يقصد جيش الإسلام، يقول يحرر الإسلام من بلائه جيش هذا وصفه، تعشش العقبان في أحضانه، وتنشط الوحش إليه للخلا. ليش؟ لأن هذا جيش سيوقع الفرائس التي ستقتات عليها العقبان والوحش. لولا بروق المشرفيات، المشرفيات اللي هي السيوف يعني، به لم يهتدي الجيش الأمام والقفا، تضطرم الأرض بما تقدحه، سنابك الجرد وتقرع الشباء. تلتهب الأرض بماذا؟ بفعل سنابك الخيل وقرع السيوف. يخلط غورا بيفاع وقعه، فالأرض في بطن رحاه كلها، تلتحم الشكة في رعاله، فالجيش في بحر حديد قد طغى، مزمجر الوغر له زمازم، زهاؤه الليل إذا الليل عسى، بكل صنديد عتيك ذا داغر، مهول الكبة شداد السطاع. الله المستعان. مجرس مضرس ممارس، يمترس الخطب إذا الخطب شحاء، على سارات شامس مطهم معترق، في جريه عبر الشواء. وصف عجيب، هذا وصف للمسلمين. أين رجال الله؟ ما شأنكم؟ إلى متى في ديننا نرضى الدنا؟ إلى متى نعجز عن حقوقنا؟ إلى متى يسومنا الضيم العدا؟ كنا أبات الضيم لا يقدح في صفاتنا الذل ونقدح الصفاء. إلى متى نخزى ولا يؤلمنا؟ كالميت لا يؤلمه حز الشباء، أذل من وتد حمار فيهم، وقدرنا أقصر من ظفر القطاء. أما شعرتم أنها داهية؟ شعواء لا فصية منها بالونا، هبوا من النومات إن حية تنباع ما بين شراسي في الحشاء. وصف لحال الأمة. سبحان الله، يقول: يلفنا الخزي إلى أوكاره، ويحكم النذل علينا ما يرى.
أنشرب الماء القراح ما بنا من مضض وليس بالحلق شجاء.